وللحديث عن بيان هيئة علماء المسلمين في العراق حول التطورات في أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول ودخولها بعد 20 سنة على الاحتلال الأمريكي للبلاد، معنا من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. أهلا بك معنا دكتور ثامر. حياكم الله أخي الكريم. أهلا بك دكتور ثامر. بالنسبة لكم كقوى وطنية عراقية، هل كان متوقعا هذا الانسحاب الأمريكي المدوي حقيقة من أفغانستان؟ حقيقة أن الانسحاب الأمريكي المذل للقوات الأمريكية كان متوقعا، خصوصا في السنوات الأخيرة، لأن كما يعلم الجميع أنه هذه لم تكن الأولى لرئيس أمريكا الحالي، فقد سبقه بعض الرؤساء الذين صرحوا بأنه لابد من الانسحاب من أفغانستان لأن المقاومة كانت شرسة. بعد 20 سنة نرى أن إعادة مشهد فيتنام تكرر في أفغانستان. انهزام القوات الأمريكية نعم كان متوقع، خصوصا أننا نعلم أن هناك مفاوضات تجري منذ أكثر من سنة مع مباشرة مع حركة طالبان التي استمرت في مقاومتها للاحتلال الأمريكي الغاشم. نحن اليوم نرى أن أمريكا عندما بدأت بغزو أفغانستان واحتلالها أجبرت العالم جميعا. هذا النصر الذي حصل اليوم ومنذ أيام هو ليس فقط نصرا على أمريكا فقط، وإنما على جميع الدول المتحالفة التي غزت أفغانستان وجبرت أمريكا على الدخول في هذا الاحتلال. وقد تكبدت أمريكا خسائر كبيرة جدا رغم التغطية التكتم الإعلامي على الخسائر الأمريكية، ولكن واضح أن أمريكا من طريقة انسحابها أنها لا تستطيع أن تتحمل أكثر البقاء في أفغانستان، ولذلك نرى الحرج الذي حصل بسبب الانسحاب الأمريكي المتعجل. حتى حلفاء أمريكا من الدول التي لديها رعاياها ولديها موظفيها في السفارات لم تعطهم فرصة لأن يخرجوا رعاياهم من أفغانستان. هذا يدل على أن الوضع الأمريكي صعب جدا في أفغانستان، وحركة طالبان أجبرت القوات الأمريكية والمتحالفة معها على الانسحاب المذل. نعم. وانتصار طالبان بعد 20 عام من الحرب ضد الاحتلال الأمريكي وأعوانه. دكتور ثامر، هل تعتقد أن هذه الانتصارات على قوى الاحتلال والغزو يمكن أن تتحقق فقط بوجود قوى تحريرية تحتضنها بيئة شعبية؟ قطعا لا شك أنه لابد أن هناك تكون قوى وطنية تحريرية، ولابد إذا أرادت هذه القوى الوطنية أن تجابه احتلال أي احتلال كان لابد أن تحظى بشعبية واسعة من الشعب الذي هو أصل أو سبب رئيسي في انتصار أي مقاومة كانت ضد أي احتلال. ولذلك حركة طالبان نجحت في أمرين: أولا أنها كسبت قلوب الشعب الأفغاني. على مدار 20 سنة هي لم تخسر الشعب الأفغاني رغم أنها تحارب أقوى قوة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك فهي أجبرت بقوتها وبتنظيمها وباستمرارها على الجهاد ضد الاحتلال الأمريكي. نعم نجحت في طريقين: أولا الحاضنة الشعبية، وثانيا الاستمرار بقتال المحتل. جاء في بيانكم دكتور ثامر أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كان محكوما بحسابات دولية وأقليمية عدة، هل من توضيح أكثر لهذه النقطة؟ حقيقة نحن نعلم أن أمريكا في السنوات الأخيرة، هذه 20 سنة الأخيرة أو 15 سنة الأخيرة، بدأت في التراجع الاقتصادي العسكري، وبدأت قوى دولية قوى عظمى تظهر على الساحة وتنافس أمريكا. هناك الصين، هناك روسيا، هناك الاتحاد الأوروبي. أمريكا لديها مشاكل مع عدة دول ومن ضمنها الصين وروسيا، وحتى في الملف التركي هناك مشاكل، وبالإضافة إلى أن هناك مشاكل مع إيران فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. فهذه كلها عوامل أجبرت أو ساعدت على التراجع الأمريكي المخزي المذل في أفغانستان. فما من يتحدث خاصة من أنصار العملية السياسية في العراق أن هذا السيناريو الأفغاني مستبعد في العراق، هل فعلا هو مستبعد أم ثمة مؤشرات على تكراره؟
حقيقة الشعب العراقي يعلم أن العملية السياسية هي في العراق هي بحماية أمريكية، ولو سحبت أمريكا الحماية والقوات التي تدافع عن عملية سياسية والحكومات والميليشيات والأحزاب المتواجدة في العراق لرأينا المشهد كما رأيناه في أفغانستان لنراه في العراق. لا يختلف المشهد من هذه الناحية، لأننا نعلم أن قبل عدة سنوات استطاعت مجموعة صغيرة من الجماعات المسلحة أن تسيطر على أكثر من نصف العراق بمجرد أن الأمريكان يعني أعلنوا انسحابهم الجزئي. فكيف لو أن أمريكا سحبت كل قواتها ولم تتدخل ملف العراقي مطلقا؟ أنا متأكد أن الشعب العراقي الآن هو من سيثور على هذه الحكومات وعلى العملية السياسية برمتها، ولن يجعلوا الأمور تسير باتجاه الهاوية الذي تسير به العملية السياسية الحالية التي نرى آثارها على الشعب العراقي، آثار سيئة سلبية. ففي كل مجالات الحياة العراق لا يصلح لأن يكون مكان للعيش. نعم، ثمة خطاب إعلامي تابع للميليشيات يحاول وصم حركة طالبان بالإرهاب أو ربطها بما يسمى قوى الإرهاب وتخويف المجتمعات منها. السؤال هنا، لماذا هذه المحاولات من قبل وسائل الإعلام التابعة للميليشيات في العراق بربط هذه الحركة بالإرهاب دكتور ثامر؟ حقيقة هناك لابد أن نرى هذه الميليشيات والأحزاب الميليشياوية التي هي جاءت مع المحتل تهاجم حركة طالبان، لأن حركة طالبان هي حركة وطنية جهادية تجاهد المحتل. فهؤلاء السياسيون والميليشيات في العراق هم جاءوا مع الاحتلال. الاحتلال في العراق والاحتلال في أفغانستان هو واحد، الاحتلال الأمريكي، ثم تبع ذلك بالعراق في العراق احتلال إيراني إضافة إلى الاحتلال الأمريكي. فمن الطبيعي أن يصرحوا بأن هذه الجهة ليست وطنية، هذه الجهة إرهابية، لأنهم يعلمون تماما أنه لو سادت المفهوم مفهوم طالبان أصبح هو النموذج الأمثل لدى العالم الإسلامي ولدى الشعوب المتحررة. فالشعوب المتحررة تجابه المحتل، تقاتل المحتل، تريد أن تخرج المحتل بأي طريقة. وهؤلاء الميليشيات والأحزاب وحكومات العراق هي أيضا تمثل أو شبيهة بحكومة أفغانستان التي نصبتها أمريكا. فهم يعلمون تماما أن بزوال أمريكا وانسحاب أمريكا سوف نشهد زوال هذه الطغمة الفاسدة التي دمرت العراق وجرته إلى قعر الهاوية. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.